السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن معاكم. حملت مايكروسوفت فلايت سيميليتر يا جماعة. أنا من زمان ما كنتش متحمس للعبة كده، لعبة أنا متحمس ليها من ساعة ما نزلت على البي سي. شغلتها على البي سي بتاعي على كارت الار اكس 580، البي سي كان بيتشاهد وكان هينفجر. فقلت فرصة بقى الاكس بوكس سيريس اكس. فاللعبه انا متحمس ليها جدا جدا. طب ازاي حملتها قبل ما تنزل؟ حملتها ان هم عملوها بري انستول. يعني ايه بري انستول؟ يعني انك ممكن تحملها قبل موعد صدورها، بحيث ان اللعبه اول ما تصدر تقوم داخل عليها على طول وما تحملهاش بالكامل. فندخل عليها مثلا كده نشوف هيحصل ايه لما ندخل عليها. لما بنيجي نوصل هنا بقى تضغط على اي زر، المنظر يا جماعة خرافي. يعني بصوا المنظر، الصورة نفسها بس كده قبل اللعبة خرافي. بيقول شكرا لتحمسك للعبة، اللعبة هتيجي يوم 27. لاخر الاخبار زور الموقع الفلاني. فانا متحمس جدا جدا للعبة يا جماعة، وان شاء الله اول ما تنزل اللعبة يوم 27 هلعب اللعبة واشوف الاداء بتاعها على الاكس بوكس سيريس اكس، لانها لعبة تقيلة جدا جدا، لعبة تقيلة جدا جدا على البي سي. فعايزين نشوف، كلنا متحمسين نشوف أداءها على الإكس بوكس سيريس إكس. فإن شاء الله هنزل لكم في اليوم ده إن شاء الله، بعد ما ألعبها كده وأراجعها إن شاء الله. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.